الشريط الثاني والخمسون والأخير، شجاعته، حلمه، زهده، مزاحه، صلوات ربي وسلامه عليه، ثم صفاته في الكتب السماوية السابقة. وأما شجاعته وهيبته صلوات الله وسلامه عليه، فعن أبي مسعود البدري قال: إني لأضرب غلاما لي إذ سمعت صوتا من خلفي. اعلم أبا مسعود، قال: فجعلت لا ألتفت إليه من الغضب حتى غشيني وصلني، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما رأيته وقع السوط من يدي من هيبته، فقال لي: والله لله أقدر عليك منك على هذا. فقلت: والله يا رسول الله لا أضرب غلاما لي أبدا. قال الذهبي: وهذا حديث صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القومة اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون منا أحد أقرب إلى القوم منه. وقد ثبت صلوات الله وسلامه عليه يوم أحد ويوم حنين، قد مر ذكر ذلك في غزواته، وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وجها، وأجودهم كفا، وأشجعهم قلبا، وخرج يوما وقد فزع أهل المدينة، فركب فرسا لأبي طلحة عريا يعني بدون سر، ثم رجع وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا. متفق عليه. وأما حلمه صلوات الله وسلامه عليه، وهو أنه لما أوذي من أهل مكة قيل له: لو دعوت عليهم، قال: إني لم أبعث لعانا، ولكني بعثت داعيا ورحمة، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. قال القاضي عياض: انظر في هذا القول من جماع الفضل ودرجات الإحسان وحسن الخلق وكرم النفس وغاية الصبر والحلم، إذ لم يقتصر صلوات الله وسلامه على السكوت حتى عفى عنهم وأشفق عليهم ورحمهم ودعا وشفع لهم صلوات الله وسلامه عليه. ولما جاءه غورة بن الحارث ليفتك به ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم تحت شجرة وحده، فلم ينتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلا وغورة بن الحارث معه السيف صلتا، يقول لنبي الله صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ فقال صلوات الله وسلامه: الله. فسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. فتركه صلوات الله وسلامه عليه وعفى عنه. فرجع الرجل إلى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس صلوات الله وسلامه. وجاء إليه برجل فقيل: هذا أراد أن يقتلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لن تراع لن تراع، ولو أردت ذلك لم تسلط عليه. وكذلك لما جاءه أبو سفيان ابن الحارث، وكان قد أغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما هجاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وشهد له أبو سفيان ابن حرب لما قال له: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأوصلك وأكرمك صلوات الله وسلامه عليه. وأما حياؤه صلوات الله وسلامه عليه، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن أحد ما يكرهه لم يقل: ما بال فلان يقول كذا، ولكن يقول: ما بال أقوام يصنعون أو يقولون كذا، ينهى عنه ولا يسمي فاعله. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وقالت عائشة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح صلوات الله وسلامه عليه. وأما زهده، فعن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم
فإذا هو مضطجع على حصير فأدنى إليه إزاره وجلس، وإذا الحصير قد أثر بجنبه، فقلبت عيني في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فإذا ليس فيها شيء من الدنيا غير قبضتين من شعير وقبضة من قرض نحو الصاعين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ بعد أن دمعت عيناي قال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت: يا رسول الله، وما لي لا أبكي وأنت صفوة الله ورسوله وخيرته وهذه خزانته وكسرى وقيصر في الثمار والأنهار وأنت هكذا؟ فقال: يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فاحمد الله تعالى. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وعن أنس قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على سرير مرمول، يعني من السعث، مرمول بشريط يعني ربط بسعث، وتحت رأسه مرفقة حشوها ليف، فدخل عليه ناس من أصحابه فيهم عمر، فعوج النبي صلى الله عليه وسلم عوجاجة يعني قام عنه، فرأى عمر أثر الشريط في جنب النبي صلى الله عليه وسلم فبكى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: كسرى وقيصر يعيثان فيما يعيثان فيه وأنت على هذا السرير. فقال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: بلى. قال: فهو والله كذلك. قال الحافظ الذهبي: إسناده حسن. وعن عبد الله بن مسعود قال: اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر بجلده، فجعلت أمسحه عنه وأقول: بأبي وأمي، ألا آذنتنا فنبسط لك؟ قال: مالي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. قال الحافظ الذهبي: هذا حديث حسن قريب من الصحة، رواه الترمذي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن تأتي علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لديني. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عائشة قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا من خبز بر حتى توفي. أخرجه الإمام مسلم. وعن عائشة قالت: كنا يمر بنا الهلال والهلال والهلال، ما نوقد بنار لطعام إلا أنه التمر والماء، إلا أن حولنا أهل دور من الأنصار فيبعثون بغزيرة الشاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من ذلك اللبن. متفق عليه. وقالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير 2 متتابعين حتى قبض. أخرجه مسلم. وقالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف. متفق عليه. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في زهده. وماذا نقول نحن عن حياتنا؟ ما نأكل وما نشرب وما نلبس وما ننام عليه؟ لا نقول إلا الله المستعان. وأما مزاحه صلوات الله وسلامه عليه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. هذا أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وعن أنس قال: استحمل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطني ما يحملني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحملك على ولد الناقة. فقال أعرابي: وما أصنع بولد الناقة يا رسول الله؟ فقال: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ وهذا حديث قال الإمام الذهبي حديث صحيح غريب، يعني ولد الناقة ظن أنه سيعطيه حوار صغير، تغير أنه يصير أن البعير ولو كبير، الناقة ولو كبيرة، هي ابن الناقة هي أصلا. وعن عائشة قالت: سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته ما شاء الله، حتى إذا رهقني اللحم سابقني فسبقني، فقال: هذه بتلك. قال الإمام الذهبي: وهذا حديث صحيح. والحديث عموما أخرجه أبو داود وأحمد. وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلع لسانه للحسين أن يخرجه، فيرى الصبي حمرة لسانه فيهش إليه، فقال له عيينة بن بدر:
ألا أراك تصنع هذا؟ فوالله إني ليكون لي الولد حتى قد خرج وجه ما قبلته قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وهذا رواه الإمام مسلم في صحيحه، وكذلك البخاري. وعن أم سلمة أن أبا بكر خرج تاجرا إلى بصرى قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بعام أو عامين، ومعه نعيمان وسويبط ابن حرملة رجلان وهما بدريان، وكان سويبط على زادهم. فجاء نعيمان فقال: أطعمني. قال: لا، حتى يأتي أبو بكر. وكان هذا نعيمان مزاحا، فقال: لأبي عنك. ثم أتى أناسا فقال لهم: ابتاعوا مني غلاما ولكنه رجل ذو لسان، لعله يقول أنا حر، فإن كنتم تاركي إذا قال ذلك فدعوني ولا تفسدوا علي غلامي. قالوا: لا، بل نبتاعه. فباعه بعشر قلائص. ثم جاءهم فقال: هو ذا. عشر قلائص عشر نوق. قال: هو ذا. فقال سويبط: هو كاذب، أنا رجل حر. قالوا: قد أخبرنا بخبرك. وطرحوا الحبل عليه وربطوه وأخذوه. فجاء أبو بكر فأخبروه. لما جاء أبو بكر يعني أخبروه الخبر، فذهب وأصحاب له فردوا القلائص وأخذوه، أخذوا الرجل. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الذهبي: هذا حديث حسن وليس فيه كذب، إنما قال: أبيعكم رجلا، ما قال لهم عبدي ولا قال كذا. طيب. وعن أنس أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهر، وكان يهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرته. وكان هذا الرجل دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال: أرسلني، من هذا؟ فالتفت وعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري مني العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذا والله تجدني كاسدا. فقال: ولكنك عند الله غالم. قال الذهبي: هذا حديث صحيح غريب. وعن جرير قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. رواه البخاري في صحيح. هذا مزاحه صلوات الله، وهذا لا ينافي النبوة والهيبة التي لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما منطقه صلوات الله وسلامه عليه، فكان أفصح خلق الله وأعدبهم كلاما وأسرعهم أداء وأحلاهم منطقة، حتى إن كلامه ليأخذ بمجامع القلوب ويسبي الأرواح. قالت عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه، وكان كثيرا ما يعيد الكلام ثلاثا ليعقل عنه، وكان إذا سلم سلم ثلاثا، وكان طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجة، ويتكلم بجوامع الكلم، وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، وإذا كره الشيء عرف في وجهه، ولم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا، وكان جل ضحكه التبسم، بل كله التبسم، فكان نهاية ضحكه أن تبدو نواجذه صلوات الله وسلامه عليه. وأما بكاؤه فكان من جنس ضحكه، لم يكن بشهيق ورفع صوت، كما لم يكن ضحكه بقهقهة، ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهمل ويسمع لصدره أزيد صلوات الله وسلامه عليه. وكان بكاؤه تارة رحمة للميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها، وتارة من خشية الله، وتارة عند سماع القرآن. ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه وبكى صلوات الله وسلامه عليه، وبكى لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض، وبكى لما قرأ عليه عبد الله بن مسعود سورة النساء، وصلى صلاة الخوف وبكى صلوات الله وسلامه عليه. بقيت علينا المسألة الأخيرة، ألا وهي صفته صلوات الله وسلامه عليه في التوراة والإنجيل. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا
رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وقال جل ذكره: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ومع التحريف والتبديل والتغيير فما زلنا نجد صفة واسم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. ففي إنجيل متى في الإصحاح 15 في السطر 22 ما يدل على أن عيسى مرسل إلى بني إسرائيل خاصة. قال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. وفي إنجيل يوحنا في الإصحاح 14 السطر 15 إلى 17 قال عيسى: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، وهو روح الحق. وهذا في إنجيل يوحنا الإصحاح 14 السطر 15. وكلمة المعزي هي تعريب وإن شئت قل تحريف لكلمة باركليتوس، وهي كلمة يونانية معناها أو تهجئته عربيا بارقليط، ومعناها كثير الحمد أي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد نبهنا على هذا في الأشرطة السابقة للسيرة في قصة إسلامي عبد الله الميورقي. وفي سفر التثنية في الإصحاح 1030 السطر الثالث قال موسى: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران. وفاران هي مكة، وسعير هي موطن عيسى، وسيناء هي من جاء منها موسى صلى الله عليه وسلم. وهذه شبيهة قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. التين والزيتون هي بلد عيسى فلسطين، وطور سينين طور موسى، والبلد الأمين بلد محمد صلى الله عليه وسلم. وفي سفر التكوين أن فاران هي التي سكنها إسماعيل، وهذا في الإصحاح 21 أو 21 وصفحة سطر 21 كذلك. وفي إنجيل متى الإصحاح 11: لأن جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبؤوا، وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي من له أذنان للسمع فليسمع. إيليا هو أحمد صلوات الله وسلامه عليه. كيف عرفنا هذا؟ ذكر أهل العلم أن هذا عرف عن طريق حروف أبجد هوز، لأن أبجد هوز أحرف تدل على أرقام. أبجد هوز حطي كلم شعفص قرشة. أبجد ألف واحد، الباء اثنان، الجيم ثلاثة، الدال أربعة، وهكذا حتى ينتهي بعد ذلك إلى إذا وصل الحرف رقم 10 انتقل بعد ذلك إلى العشرات 20 30 40 50 إلى 100، ثم ينتقل إلى 100 200 300 وهكذا. فإيليا على حساب أبجد هوز الألف واحد، والياء 10، واللام 30، والياء 10،
والألف ألف واحد واحد، وأحمد الألف واحد والحاء ثمانية والميم أربعون والدال أربعة كلاهما ثلاث وخمسون. أما صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة فجاء في التوراة: هو ذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم، لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته، لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته. طبعا ليس عيسى، لأن عيسى لم تكن له شريعة خاصة به، وإنما كان متمما لشريعة موسى صلوات الله وسلامه عليه. وما قوله لا يصيح ولا يسمع في الشارع صوته، فهذا مصداق قول عائشة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا بالأسواق ولا يجزي بالسيئة في السيئة. وقال: لترفع البرية ومدنها صوتها، الديار التي سكنها قيدار. وقيدار من ولد إسماعيل، وهذا في سفر التكوين الإصحاح 25 السطر 13. قال: لتترنم سكان سالع من رؤوس الجبال ليهتف. وسالع جبل في المدينة، وهي جبال سلع. وفي قصة إسلام سلمان الفارسي قال: كان قد رحل في طلب الحق إلى الشام، ثم إلى الموصل، ثم إلى نصيبين، ثم إلى عمورية. فلما احتضر الأسقف هناك قال له سلمان: إلى أين؟ يعني إلى من أذهب؟ قال: يا بني، والله ما أعلمه بقي أحد على مثل ما كنا عليه، آمرك أن تأتيه، ولكن قد أظلك زمان نبي يبعث في الحرم، مهاجره بين حرتين إلى أرض سبخة ذات نخل، وإن فيه علامات لا تخفى، بين كتفيه خاتم النبوة، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، فإن استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد فافعل، فإنه قد أظلك زمانه. هذا هو سيد البشرية صلوات الله وسلامه عليه، وحبيب الرحمن جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا تحت لوائه وبين يديه صلوات الله وسلامه عليه. آمين آمين آمين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.